تجمعوا بكل ما أوتوا من جهد، شمروا عن سواعدهم بعد أن تخلف عنهم الكثيرون في تنظيف الشوارع. ورغم قلة الإمكانيات، باشرت شركة الخدمات العامة بالتعاون مع الحرس البلدي بمدينة ريغدلين وقبل دخول فصل الشتاء حملة نظافة شملت عددا من شوارع المدينة. ونحن قادمين على نظافة الطريق الساحلي لإزالة جميع الأتربة والأوساخ المتراكمة على جانبي الطريق، وحيث أن فصل الشتاء قادم على الأبواب، ويعني شيء نظرا لتسييك الغرف تاع التفتيش تاع تاع الصرف الصحي. أعمال النظافة والتجميل شملت رفع القمامة والأتربة المتراكمة بالشوارع بهدف إعادة الوجه الحضاري للمدينة والمحافظة على نظافتها. اليوم قايمين بتنظيم الطرق للتعاون مع شركة النظافة من أجل نظافة الطرق والتنبيه على محلات تجارية بوضع القمامة في الأماكن المخصص لها، ونحن متعاونين معهم والعمل مستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين. حملات استثنائية واستباقية قبل دخول فصل الشتاء المحمل بكميات كبيرة من الأمطار ليتجنب القائمون على هذه الحملة غرق الشوارع وإغلاق الطرق.